صباح الخير. طب صباح الورد. سلم على اللي جنبك ورحب بيه في بيت ربنا. واضح ان في ناس راحت تتفسح النهارده مش كده؟ تاخد اجازه، اخد اجازه نص السنه كده قبل ما المدارس تخش. بقالي مدة بتوقف عند أمثال السيد المسيح، وهذه الروائع اللي كتبها وقالها السيد وسجلها الوحي نور للطريق، وعبر الأجيال بتبقى حية وباقية تشرح لنا أسرار ملكوت السماوات وتجسد لنا المعاني الإلهية بصورة منظورة ومرئية لنا. عشان كده خلوني أكمل هذا الحديث وأقرأ لحضراتكم أحد هذه الأمثال الرائعة. مثل صغير قوي لكن مليان معاني وتطبيقات كتيرة قوي قوي في الحياة. وعايزك وانت بتسمع تسمع بعقلك عشان تفهم، وتسمع بقلبك عشان تمتحن قلبك وتعرف ما يريد الرب أن يقوله لك. إنجيل لوقا وأصحاح 5 حار من عدد 30، جيل لوقا 35. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاء؟ فجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقالوا له: لماذا يصون تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا؟ وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم: لا تقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم، لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس حينئذ عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا في الجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لألا تشق الخمر الجديد الزقاق فهي تخرق والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب. غمض عينيك وانت واقف وقول له: رب كلمني وفهمني اللي انت قلته زمان ده، عايز تقول ايه ليه النهاردة، ليه كفرد ولينا ككنيسة ولينا كشعب وكأمة. اشرح لينا أسرار ملكوت السماوات يا ابن الله. أنت المعلم، من حقك أن تقف بيننا لتعلمنا طرقك وتفسر لنا المكتوب. كما شرحت لتلميذي عمواس، اشرح لنا يا رب، اشرح لنا وانر عيون بصائرنا لنفهم يا رب ولنعي رسالة إنجيل يسوع المسيح. في شفاعة المسيح أجيبنا، لك المجد، آمين. مرة ورا الثانية الفريسيين رجال الدين اليهودي ينتقدون المسيح. ليه؟ ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتعملوا كده ليه؟ وانتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا ليه بتاكلوا مع العشرين والخطاة؟ دول نجسين، دول وحشين، دول مكروهين، دول مرفوضين. أنا دكتور، أنا مش وكيل نيابة، أنا مش جاي أقبض على المجرم أحط في السجن، أنا طبيب جاي أداوي. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. صحيح. الأصحاء لا يعني المرضى، والناس دول مرضى بالخطية. هي الخطية مرض جريمة
مرض ويحتاج لطبيب ودواء. طب ليه تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين يصومون وانتم مش بتصوموا ليه؟ تلاميذك مش بيصوموا ليه؟ انتم بتحبوا العالم ولا ايه؟ انتم ليه مش بتصوموا؟ اصل العريس معاه هيمشي العريس وهيصوموا ما تخافوش، هيصوموا ما تخافوش، هيصوموا. انا مش ضد الصيام خالص، هيصوموا. انا صمت 40 يوم وهم هيصوموا، بس ده مش وقت الصيام، ده العريس معهم، سيرفع العريس حينئذ يصومون. وبعدين اقول لهم، اقول لكم ايه، انا عايز افهمكم الحكايه، خلوني اقول لكم مثل. المشكله انتوا بتفكروا بعقول قديمه، مشكله العتيق، وانا جاي بجديد، هي دي المشكله، ولازالت دي المشكله حتى الان داخل الكنيسه وخارج الكنيسه، الصراع بين العتيق والقديم. قال لهم مثلا: ليس احد يضع رقعه من ثوب جديد على ثوب عتيق. انا مش جاي ارقع، لان في واقع الحياه ده ما بيحصلش. لما الهدوم بتتبري ما بتجيبش حته قماشه جديده وتخيطها على القماشه القديمه، لازم تجيب حته قماشه ايه؟ قديمه زيها. لو جبت قماشه جديده وخيطتها على القماشه الجديده، ها، وبعدين غسلتهم، الجديد هيعمل ايه؟ هيكش. هيعمل ايه لما يكش؟ هيقطع القديم، فحتصير الى حال اردأ. مش ده واقع الحياه؟ اه. فانا مش جاي ارقع، انا جاي مش ايه؟ مش جاي ارقع. ونفس الحكايه: لا يجعلون خمرا جديده في زقاق عتيقه. ليه؟ لأن الخمر الجديدة لسه هتتفاعل، فلما تتفاعل مع الزقاق العتيق دوت هتعمل إيه فيه؟ هتخرمه. فالخمر هيسكب ويهرق، والإناء والزقاق هيتلف. أنت لما بتحط جديد على جديد، وبتخلي القديم على أبو قديمه. فهمتوا؟ لا، هم يظهر مش عايزين يفهموا. وبكل أسف الختام قال: أصل اللي متعود على القديم مش عايز الجديد، اللي متعود على القديم بيقاوم الجديد. حقيقة مهمة جدا قالها المسيح في هذا المثل، كلمتين مهمين: أنا مش برقع القديم، أنا بعمل جديد في جديد. واحنا في حياتنا الشخصيه بنحاول نعمل كده، بنرقع الحياه. حياتي بايظه، فدور على كم حاجه بايظه واحاول اصلحها، فصلح دي تبقى دكه باظت، اروح اصلح دي تبقى الوانيه باظ، صح كده؟ فانا عمال ارقع حياتي، وهنا ده يتخرم فارفيه، الخرم يطلع الناحيه الثانيه، وبعد في الاخر الاقي 15 خرم فايأس في الاخر واروح رامي نفسي في الزباله. من الاول، من الاول في الحياه الروحيه زي ما في الحياه العمليه ما بنرقعش. ربنا مش بيرقع الحياة. خدت المثل ده زمان في وعظة في حسبة صح، قلت ربنا ما بيشغلش ميكانيكي. في ناس طبعا استغربت، ربنا ما بيشغلش ميكانيكي دي؟ ربنا بيشغل ميكانيكي، بودوش عربية مكحكحة تعبانة وبعدين يقول له معلش الشاسيه معوك هشدهولك، والموتور تعبان هعمل لك عمرة، والفرامل سايبة هنغير الزيت ونغير المش عارف ايه، ويقعد يرقع فيها وتصرف دم قلبك، وبعدين تطلع بالعربية شوية وتلاقي عمالة تشخشخ منك. ما بيشتغل، ما بيصلحش القديم، ما بيعمل ايه؟ بيعمل جديد. يديك مفتاح عربية جديدة لانج. عايز تتعامل مع المسيح، عايز تعيش بفكر المسيح، المسيح ما بيرقعش، المسيح بيخلق جديد. الكلمات اللي قالها في سفر الرؤيا واقتبسها صاحب فيلم The Passion of Christ، وجابها في وسط الفيلم مع انها مش موجوده في الاناجيل، موجوده في سفر الرؤيا، وجابها لما المسيح بيقول للعذراء القديسه مريم: ها انا ذا صانع كل شيء جديدا. اقتباس رائع، عبقرية من المخرج انه خدها من سفر الرؤيا كده وحطها.
أنا مش جاي أرقع، أنا مش جاي أصلح اللي فات، أنا جاي أعمل حاجة جديدة خالص. فأنا ذا صانع كل شيء جديدا، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. مبدأ مهم جدا في ملكوت السماوات. عشان نفهمه عندنا تطبيقين، تطبيق مباشر للحوار اللي دار بينه وبين اليهود، وتطبيق غير مباشر في العالم الروحي، تطبيق فكري لاهوتي مهم جدا نفهمه، وتطبيق روحي عملي في حياتنا العملية. واسمحوا لي أشرح هذا وذاك، وحاول بقدر الإمكان أختصر في الأولانية عشان التانية هي الأكثر أهمية. التطبيق الأول هو بيتكلم عن أن اللي بيننا وبينكم، الله وبين البشرية، في عهدين، عهد قديم وحيسميه في حتة عتيق زي بالضبط العبارة اللي استخدمها، وعهد جديد. تابوت العهد اللي عمله موسى وحطه في قدس الأقداس كان اسمه ايه؟ تابوت العهد. كان اسمه تابوت العهد، ده اسمه. ودايما كان دي الكلمة اللي تقال عنه، زي مثلا في ملوك الأول 6:19 تابوت عهد الرب. فالتابوت ده كان رمز للعهد اللي قطعه الله مع الشعب في سيناء، اتحط جواه ايه؟ اتحط جواه الحجرين لوحي الشريعة وعصا هارون التي أفرخت، دليل ان ده مش بس الصبت، ده الصبت والعشيرة اللي يكون منها كهنة ومن غيرهم يكبقاش كهنة أبدا، والمن تعبير العناية الإلهية. فتحطت العناصر دي في التابوت، ده تابوت العهد. بالمقارنة في يوم خميس العهد حول مائدة الرب أخذ يسوع خبزا وشكر وكسر وأعطى وقال هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وقال هذه الكأس هي للعهد الإيه؟ الجديد، العهد الجديد بدمي. أنا جاي أصنع عهدا جديدا ليس كالعهد الأول الذي قطعته مع شعبي في سيناء. وحنقرأ بعد شوية، حين نقضوا عهدي وأنا رفضتهم يقول الرب. فالعهد القديم ده اللي قطع في سيناء، اللي تحول إلى ديانة اسمها الديانة اليهودية بشرائعها وأحكامها وقوانينها ووصاياها، ده عهد قديم عتيق. ناس كتير وهم كانوا فاكرين المسيح لما يجي، المسيح لما يجي هيصلح الحال، الحال اتعوج وهو جاي يعمل ايه؟ يصلح، جاي يحسن هذا العهد القديم، جاي يخليه أسهل أفضل أكثر تطبيقا أكثر واقعية، يعني يعمل تحسينات عليه. يعني اللي قاله المسيح، لا أنا مش جاي أرقع العهد القديم ده خالص، أنا جايب خمر جديدة في إناء جديد، أنا جايب عهد جديد تاني خالص. لا، طب الآية اللي بتقول ما جئت لأنقض بل لأكمل، يبقى المسيح جاي يكمل على القديم. حضراتكم فاهمينها غلط الآية دي خالص. الآية دي أنا ما جئت لأكسر الناموس، to break the law، أنا جئت عشان تفلفل ذا لو. يعني إيه تفلفل؟ يعني أحقق طلبات العهد ده. ناموس عايز إيه؟ أنا هعمل له كل اللي هو عايزه. أنا هأحقق للناموس وللعهد القديم كل متطلباته. عشان إيه؟ عشان هعافيكه منه تماما. أنا ما جئتش لأنقض، أي لأكسر القانون القديم، أنا جئت أحقق له كل طلباته. عايز ذكر فاتح رحم بلا خطية بلا دنس بلا عيب، أنا هو. يقدم نفسه ذبيحة، لا أنا هو. حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مش كده بولس بيقول مت بالناموس للناموس في المسيح، مت بالناموس للناموس لأحياء لله. بكل أسف، بكل أسف بولس والكنيسة الأولى عاشت في جهاد وصراع، لأن جزء كبير من المؤمنين الأوائل جم من الخلفية اليهودية، فأرادوا أن يمزجوا بين اليهودية العهد القديم وبين العهد الجديد في المسيح يسوع. فأرادوا كل من يؤمن بالمسيح كأممي أن يتهود أولا، تبقى يهودي وبعدين تبقى مسيحي، تخش من حيث تيجي من أول الشارع كده.
وكانت خناقة. وبولس وبطرس قالوا احنا استفدنا ايه من الناموس غير انه اداننا؟ المسيح عافانا منه ليصنع لنا عهدا جديدا. حرام عليكم، سيبوهم يخشوا كده على طول على المسيح ويبالوا المسيح ويعيشوا العهد الجديد. ليه يلفوا اللفة اللي احنا لفناها؟ كان الصراع طويل. وبكل أسف حتى الآن في الكنيسة المسيحية بالذات في غربها وشرقها تميل أحيانا كثيرة للمزج بين العهد القديم والعهد الجديد. أنا مش جاي أرقع العهد القديم، أنا جاي أصنع عهدا إيه؟ جديدا، خمرا جديدة في إناء، محتوى جديد في إناء جديد. أنت قد اللي بتقوله ده يا أسيس؟ مش أنا اللي بقوله، ده اللي المثل ده قاله وللي كل الكتاب قاله. اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم بعض الآيات اللي كتبت في سفر العبرانيين. سفر العبرانيين ده موجه للعبرانيين، للمؤمنين اللي من خلفية إيه؟ يهودية، عشان يقول لهم ما تمزجوش، افهموا افهموا ان اللي فات ده انتهى، نحن نعيش عصرا جديدا، نحن نعيش عهدا جديدا ليس كالعهد الاول. وبعدين عمل ايه في عبراني؟ اقتبس. اول ما حاجة اقتبس من ارمية 31-31، قال لهم فاكرين ارمية تنبأ وقال ايه؟ ارمية تنبأ وقال ايه في عبرانيين 8؟ وحقر الجزء دوت، لكن لما تقراه في ارميه 31 هتلاقي نفس الكلمات. لانه يقول لهم لائما هو ذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجوا من ارض مصر. بتكلم عن عهد سيناء، لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. في ارميه نقضوا عهدي وانا رفضتهم، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب. عهد مختلف، أجعل نواميسي في أذهانهم أكتبها في قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيري، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، جعل الأول إيه؟ عتيق، أهو عتيق وجديد. وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. ده اصحاح 8. طيب اصحاح 9 بيقول ايه في عدد 15؟ لاجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون اذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الاول ينالون ميراث الميراث الابدي. طيب نقرا اصحاح 10 وعدد 9. اصحاح 10 وعدد 9. ثم قال ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وبعدين بيعيد في عدد 16 أرمية 31 بيقولها تاني. الثلاث أصحاحات دي بيؤكد عن فكرة عهد جديد، وسيط عهد جديد. العهد العتيق يضمحل، ينزع الأول ليثبت الثاني. طبعا المضمون اتغير هنا، وصايا الذي يفعلها يحيا بها. حد قدر؟ فالناموس حكم علينا بالموت، حكم علينا بعدم القدرة، حد حكم علينا بالفساد، أثبت أننا عاجزين أن نخلص أنفسنا. العهد الجديد نعمة وحق، الناموس بموسى أعطي، العهد الجديد نعمة وحق. نعمة الله في المسيح يسوع بالإيمان ننالها، والحق الذي يحررنا، وحنتكلم عن الحكاية دي. عشان كده أجعل نواميسي في أذهانهم، يفهموا، ولما يفهموا هيتحرروا، والنعمة تلمس القلب فالقلب يتغير، فيبقى ناموس الله في قلبي فبعيشه لأنه جوايا مش لأنه برايا وبحاول أعيشه. فالمحتوى اتغير، خمر جديد والإناء جديد. الإناء القديم هيكل
في ساحة خارجية وقدس وقدس أقداس، والقدس في مائدة خبز الوجوه والمنارة والمذبح البخور، والساحة الخارجية فيها المذبح اللي تقدم عليه ذبائح دموية يدخل بدمها إلى القدس ومرة إلى قدس الأقداس رئيس الكهنة. نظام شديد، والذبائح لا تقدم إلا هناك. عشان كده اليهود لغاية دلوقتي مش عارفين يقدموا ذبائح لأن ما فيش هيكل، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وما فيش هيكل وما فيش مذبح ومش قادرين يقدموا ذبائح. ويبقى اللي جاد ده مش المسيح. يا نهار ابيض، لو كان اللي جاي ده مش المسيح وربنا حرمكم من الهيكل اللي لازم تقدموا فيه الذبيحه، وبدون ذبيحه يبقى ربنا برضو هو بتاعكم. يا راجل، ده القديم. الجديد حاجه تانية خالص. الجديد كنيسه تجتمع في البيت. كانوا يجتمعون في البيت بالذات بقى، لان في الهيكل كان عدد كبير فبيروحوا الهيكل يسبحوا ويرنموا وبتاع، وكان في حد كده زي نردين كده نادره تقودهم، كانوا يسبحوا وبتاع، وبعدين في الاخر طردوهم حتى من الهيكل لما لقوهم انتوا مسيحيين مشهور من هنا يعني. بس في الاخر بيروحوا الهيكل لكن بيتناولوا فين؟ كانوا بيتناولوا المائده العشاء الرباني فين؟ في البيوت. ازاي؟ ترابيزه حطوها كده ويجيبوا الخبز والخمر ويصلوا ويكسروا الخبز ويتناولوا جسد الرب ودمه. لا مذبح ولا بخور، مذبح بخور ولا مائدة وجوه ولا ما فيش. خمر جديدة في إناء جديد، لأن الإناء الجديد دوت كنيسة في كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. والأفارقة لما هيرنموا هيرقصوا، واللي مش عارف إيه، والمصريين هيبقوا محترمين كده، واللي مش عارف إيه هيعملوا إيه، كل واحد هيعمل اللي هو عايزه. خلاص خلاص، ده خمر جديدة في إناء جديد. الكاهن لازم يبقى من سبط لاوي من عشيرة هارون. النهاردة غير كده خالص. اللاوي اللي يرنم لازم يبقى لاوي من سبط لاوي، وإلا ما يعرفش يرنم هنا أبدا. دلوقتي كله بيرنم. خمر جديدة في إناء جديد، جديد في جديد. واحدة من روائع الكتب اللي خرجت علينا اللي هي الترجمة بتاعت الآباء الرسولين الأبوستوليك فاذرز، ونزلتهم لينا دار النشر الأسقفية، الآباء الأولين اللي استلموا من الرسل مباشرة، فزي مثلا إغناطيوس أسقف أنطاكيا، أنطاكيا المركز الرئيسي، زي إكليموندوس اللي بقى أسقف روما اللي حل محل بولس وبطرس في روما. الأوائل خالص خالص نزلت كتبهم على فكرة، كانت بالإنجليزي وباليوناني، نزلت بالعربي واليوناني اهي نزلت. لازم كلنا نقراها لأن دي اللي هتوحدنا مع بعض. الآباء الأولين الرسل كتب إيه؟ إغناطيوس من السخف الشديد أن نعترف بيسوع المسيح ونمارس اليهودية، لأن المسيحية لا تؤمن باليهودية. متهيألي كده هيحاكم بإزدراء الأديان. ده إغناطيوس ماليش دعوة، اللي هيرفع دعوة يرفعها على إغناطيوس. بل اليهودية هي التي تؤمن بالمسيحية. من السخف الشديد أن نعترف بيسوع المسيح ونمارس اليهودية. ينزع الأول لكي يثبت. احنا عايشين في عهد جديد، عهد النعمة والحق، جديد في جديد. مش عايز اطول في الجزء ده، لو سبتوني اقعد للصبح لان تطبيقاتها كتيرة. لكن التطبيق التاني الروحي اللي بيقول المسيح هنا، وانا بتعامل مع الانسان كفرد، وانا بتعامل مع الشخص بقى مش مع العقيده والعهد القديم اللي نزع والجديد الذي ثبت. انا مش برقع حياتك، انا لما بدخل حياتك بعملك جديد في جديد. كورنثوس الثانيه 3:17 بيقول كده، الاشياء ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد
مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. مبدأ مهم قوي. الأشياء العتيقة، بيتكلم على العتيق، نعمل فيها إيه؟ مضت، مضت، ندفنها. هو ذا الكل، الكل اللي جوه واللي بره، قد صار جديدا. العتيق والجديد، الكل قد صار جديدا. اسمحوا لي أرى آية جميلة قوي كتبت في النبوة برضو عن فكرة العتيق والجديد ديت، كتبها حزقيال، نبوة حزقيال. فبنشوف ان النبوات ديت مكتوبة في العهد القديم، قال العهد القديم ده هيحصل لما المسيح يجي، قال. يعني مش حاجة غريبة جدا، مش احنا بنقول فكرة ما طرقتش على البال ولا على الخاطر. بيقول ايه حزقيال 36 وعدد 25، ارش عليهم عليكم ماء طاهرا فتطهرون، من كل نجاساتكم، من كل اصنامكم اطهركم، واعطيكم قلبا جديدا، واجعل روحا جديدة في داخلكم، وانزع قلب الحجر من لحمكم، واعطيكم قلب لحم، واجعل روحي في داخلكم. بيتكلم عهد جديد، ده العهد الجديد بالظبط. واجعلكم نتيجة لكده تسلكون في فرائضي وتحفظون احكامي وتعملون بها، الى اخر هذا الكلام. فبيتكلم عن جوه جديد وبعدين تصرف جديد. ايه اللي جديد لجوه؟ قلب جديد، قلب جديد. انزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب جديد، لحم بيحس، قلب بيحب، بيحب. القلب القديم اناني، يحب نفسه بس، متكبر، متغطرس، متعالي. القلب الجديد قلب بيحب ومتواضع زي المسيح، بيحب العشرين والخطاة، بيحب كل الناس، بيحب الأعداء، لأنه في الأول حب ربنا، وقع في غرام ربنا، حبه من كل قلبه. قلب عرف يحب ربنا، فعرف يحب الناس ويحب الحياة. قلب جديد عارف يحب. ليه؟ لأنه تغرق في الحب، لأنه تغمس في الحب، لأنه اتغسل بالحب، لأنه ارتوى بمحبة الله التي رأيناها في صليب المسيح. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، الذي سباني بحبه، الذي حاصرني بمحبته، فجعل في داخلي قلبا جديدا لا يعرف إلا أن يحب. أقدر بالقلب القديم أعيش العهد الجديد؟ لا يمكن. ودي اللي الناس بتحاول تعمله. بقلب القديم العتيق الفاسد ده بحاول اعيش وصايا العهد الجديد، مستحيل مستحيل مستحيل. معجزه الحياه المسيحيه اني انزع قلب الحجر واعطيكم قلبا جديدا، قلب لحم، وروحا جديده، واجعل روحي في داخلكم، انا اسكن جواك، فاديك قلب جديد وانا اعيش فيه، ويبقى عندك روح جديده، روح جديدة، روح الحياة، روح الأمل، روح الرجاء، روح الفرح. جديد، اللي جوه جديد. قلب عارف يحب، فما يعيش نفسه. فنحيا لا لأنفسنا، بل الذي مات من أجلنا وقام. في ناس عايشة في العهد الجديد مع المسيح لنفسها. لا، يبقى فين الخليقة الجديدة؟ يبقى فين القلب الجديد؟ محبة المسيح تسرنا أن نحسب هذا، أن إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، لا لأنفسهم، بل الذي مات من أجلهم. إن عشنا لأنفسنا، بيقول الكتاب، سنموتون. قلب جديد يحب ربنا فيعيش ربنا، يحب الناس فيعيش للناس، يحب مراته فيعيش لمراته، يحب أولاده فيعيش لأولاده، يحب أعدائه فيعيش لأجل خلاص أعدائه، مش لأجل هلاك أعدائه. قلب لا يعرف إلا أن يحب، قلب جديد، خمر جديدة، خمر تعبير الحب، قلب جديد. مش بس قلب جديد، زي ما قرينا، أجعل نواميسي في أذهانهم،
عشان كده قال النعمة والحق بيسوع المسيح صار الحق. ايه الحق؟ انا هو الحق اللي هو ايه؟ اللي هو معرفة الله الحقيقي، ان اعرف الله على حقيقته. المسيح اعلن لنا الله في حقيقته انه محب للعشرين والغطاء، ان الله العظيم متواضع، ان الله ليس فيه ظلم البتة، انه ليس اله محتجب ولا متعالي على البشر، انه متنازل، انه واضح، انه صريح، انه قريب من الذين يدعونه. انا محتاج عقلي يتنور، اكتبها في اذهانهم. اللي جوه القلب جديد والذهن يبقى جديد. عشان كده الكتاب بيقول دايما عن تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. انا خدت قلب جديد والذهن زنخ قديم، ابو قديمه عنده تقاليد ومبادئ وقيم العالم والمجتمع الفاسده، عند التصرف، عند ردود الافعال هتصرف بنفس الطريقه. زوج كان بيخون مراته سنوات طويلة جدا، بعدين في النص من كتر يأسها منه كونت علاقة مع شخص آخر حبها وأكرمها فخنته، وبعدين راحت اعترفت له. عند أول لحظة لا أنا اللي عملت فيه كده، خيانتي ليك هي اللي دفعت، أنت إنسانة زي الفل، بس اللي انا عملته فيكي دفعك إليك. انت مش انا ازاي خنتك وعملت فيكي انك انت تخوني نفسك وتوصلي انك تحتقري نفسك؟ سقفت له، قلت برافو عليه، برافو عليه. بعد شويه رجعت بقى جواه العنخهيه المصريه، انا راجل من حقي اخون مراتي، بس هي مش من حقها تخوني. ازاي تخونيني يا بنت الذين امنوا؟ انا مش مسامحك ابدا ابدا ابدا. انا اخونك زي بعض وانت تسامحيني طبعا، ما اللي هتروحي فين يعني، لكن انت تخونيني ابدا. قلت له باي حق؟ باي حق؟ حق المجتمع، زناخة العادات والتقاليد، بحق فساد البشرية. لا لا لا، أما نحن فلنا فكر المسيح. الأشياء العتيقة قد مضت، الكل قد صار جديدا. احنا عندنا فكر المسيح، احنا عملنا داونلود، نزلنا كده في الهارد ديسك ده، ما في هارد ديسك هنا رهيب، عملنا داونلود للسوفت وير الالهي، للبرنامج الالهي، لمعرفه الله وفهم الله والحقائق الالهيه في الحياه، فصار لنا قلبا جديدا وصار لنا ذهنا جديدا. الاشياء العتيقه قد مضت، الكل بصوا الدقه، قد صار جديدا، خمرا جديدة في زقاق جديد. هي دي المشكلة بتاعت المؤمنين، انه بيقبل المسيح وبيخلط الجديد، روح المسيح، الحياة الجديدة في المسيح مع ابو ايه؟ ابو قديمه، فبتطلع في الاخر سكالانس ما يمشيش مع بعضه خالص. ما ينفعش، ما ينفعش، صدقني ما ينفع. هو قال الخمر تهرق والزقاق تتلف. هنحط خمر جديدة، لازم نحطها في زقاق جديد، كله جديد، كله جديد، فكر جديد ودوافع جديدة وإناء جديد، وإناء جديد. تخيل حضرتك يعني عرقت جامد واشتغلت جامد وديكت وسخت وتعفرت ومش عارف ايه، ويعني من غير تفاصيل اكتر من كده، وبعدين روحت البيت
فقررت انك تستحمى وتنظف، تلبس اللبس القديم اللي كان وسخ، هتلبس لبس جديد، او انك تروح متسخ فتروح قالع الهدوم الوسخه وتروح لابس لبس فوقك انت بس لبس ايه نظيف. ها صح كده؟ ينفع برضو اقولها تاني؟ اقولها تاني؟ هستحمى وانضف، هلبس لبس ايه نظيف. مش هستحمى وانضف، خليك كده وبهدومك كده، بس هتنضف، هتلبس لبس نظيف. هتلبس لبس نظيف لازم حضرتك تعمل ايه؟ تستحمى، والا ريحتك بتبقى مش حلوه. هو ده اللي بيقوله بالظبط، بنضف جوه واروح لابس لبس ايه جديد نظيف، فيبقى جديد في جديد، نظيف في نظيف. ايوه بس في حاجات كده متعود عليها، هي مش نظيفه قوي بس متعود اعملها عادي يعني، ومش هتزعل ربنا في حاجه، فباخد حريتي برضو. ما تضيقوش علينا يا جماعه، يعني الكذب الابيض ماله، الفرش الفتش ماله، البحبحه مالها يعني، يعني وبعدين لما نقول نكته يعني ابيحه شويه والناس يجرى ايه؟ ما احنا عايزين نخلي الناس تضحك، يجرى ايه الكلام الزفر لما يطلع من بق، يجرى ايه النظره اللي مش كويسه، يجرى ايه؟ الاشياء العتيقه قد مضت، الكل قد صار جديدا. ما بيرقعش، ما بيرقعش، ودي المعجزه بتاعته. حقيقه اخيره جميله اختم بها، هذا الجديد، هذا الجديد يتجدد. اي حاجه جديده بعد شويه بتبقى قديمه، صح؟ كانت جديده بعد سنه يعني بيبان عليها انها مش جديده يعني. واحنا كمان بالسنين بنقدم، ها؟ بنتاكل، بالانجليزي ديكي، بيحصل لنا عوامل التعريه، فالشعر يتعرى والحاجات كتيره يعني. يعني طب اخبار الحكايه دي، الجديد ده يفضل جديد؟ اه مش بس كده، ويتجدد. كلوسي 3:10 بيقول كلام جميل جدا مرتبط باللي احنا بنقوله دوت. بيقول اما الان فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل، اطرحوا عنكم الكل القديم، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح. شفت اللي انا كنت بنتكلم عنه؟ من افواهكم لا تكذبوا بعضكم على بعضا، اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله. احنا ما بننزلش الجديد فوق القديم. ناس كتير قال لك العتيق يفضل كده واروح لابس ده فوق ده، وعند اللزوم اروح مطلع العتيق كده، واحد زنق عليا بالعربيه، واحد شتمني، اروح مطلع العتيق مديهم له، وبعدين اروح مدخل العتيق تاني واروح الكنيسه اصلي بالجديد. فانا عندي اتنين، اطلع العتيق وقت ما انا عايز، واطلع الجديد وقت ما انا عايز. ولا انا غلطان؟ خلعتم خلعتم خلعتم، ومش معلقه عندك في الدولاب عند اللزوم، خلعتم الانسان العتيق مع ما، ولبستم الجديد. بصوا العباره بقى، الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه. بدعه، بدعه بقى. لبسنا جديد، الجديد ده من طبيعته being renewed بيتجدد من نفسه عشان يفضل ايه؟ جديد. يفضل جديد، طبيعته كده، عنده قوه اسمها regeneration في جسمنا. معلش انا دكتور فاسمحوا لي اشرح الفكره دي. في جسمنا في خلايا عندها قدره للريجينريشن، زي الكبد مثلا. دلوقتي عمليات الكبد سهله قوي، نيجي لواحد صحيح عنده فصين
فص صغير فص كبير، نروح واخدين فص صغير ومدينه الواحد عنده فشل كبدي، فبنشيل الكبد كلها ونحط له الفص الصغير في ظرف وجيز جدا. الفص الصغير ده يعمل ايه؟ يبقى كبير ويملى المكان، واللي كان عنده فصين وخدنا منه فص، الفص الثاني يعمل ايه؟ يكبر ويبقى فصين، بس يبقى فص واحد كبير. في قدرة هائلة عند خلايا الكبد للريجينيريشن، تو رينيو اتسلف، بتجدد روحها. بكل اسف بقى خلايا الاعصاب ما عندهاش القدرة دي، خلايا القلب ما عندهاش، العضلة اللي بتموت بتتليف وراحت. الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة في المسيح يسوع، عندها القدرة إنها تعمل إيه؟ تتجدد، تتجدد. إيه قوة الرينيول دي؟ ليه بتفضل جديدة؟ ليه تفضل جديدة؟ جديدة لنج يوم بعد يوم، مع كل يوم جديد أبقى أنا جديد في جديد. إزاي يعني؟ بيقول تتجدد للمعرفة حسب صورة خالقها، بمعرفته تتجدد. The true knowledge of God، معرفة الله الحقيقية تبقي الجديد في جديد، بل يتجدد إلى نهار كامل، يتجدد إلى صورة خالقي، يتغير إلى هذه الصورة الإلهية. عاملها إزاي ديت؟ سهلة قوي. هو قال كده في كورنثوس 3:18، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، واحنا بنبص عليه كده النور اللي بيجي منه كده علينا يعمل ايه في الجديد اللي عندنا؟ يلمعه، يلمعه. نهار الصبح وانا بصلي قلت له يا رب breathe on me، انفخ فيا، انفخ فيا، انفخ فيا عشان كل تراب، انفخ فيه عشان كل تعب، انفخ فيه عشان كل صدى، انفخ فيه عشان كل زرنخة. breathe on me، انفخ فيه فيرجع الجديد جديد، بيلمع نظيف مكوي مظبوط فريش زي ما انت عملته. يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. فأنا وإنت محتاجين الانكاونتر ديت، إن نقف قدام ونقول له وريني أنت مين، أنفخ فيا بروحك، روحك اللي يسكن فيا ينفخ فيا، ينفض عني كل قديم يدخل، ينفض عني تراب العالم، ينفض عني وسخ العالم، ينفض عني أفكار العالم، فيبقى لي فكر المسيح، ويبقى لي قلب المسيح، ويبقى لي دوافع المسيح، فلا أعيش إلا لك، ولا أعيش إلا بطرقك. قدرة هائلة إنه يتجدد، مش بس يتجدد يفضل جديد، لا ده يتجدد ويبقى أحسن من الجديد، لأنه يتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد. طب والشيبة والخيبة اللي احنا فيها ديت، وتعاري عندي خبر كويس قوي لإخواتي اللي زي كده بيعانوا من المشكلة ديت بتاع التآكل دوت. في كورنثوس 2:4-16 عبارة جميلة جدا كتبها بولس معزية لينا كلنا، بيقول إيه؟ لأنه إن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. فالحقيقة كده، الحقيقة إن الإنسان الخارجي بيتآكل، مش بس الشعر، الركب والمفاصل صح؟ في حد مش بيتآكل؟ إن كان إنساننا الخارجي يفنى، عندنا خبر جميل قوي، فالداخل يتجدد، بصوا العبارة، يوما فيوم. كنت دايما أقول العبارة دي للأسيس منيس وأقول عنه، يا ابونا كل ما بتكبر بتحلقه، كل ما بتكبر بتحلقه،
من بره بتتاكل، مش قادر تقف على رجليك، مش قادر تمشي، بس اللي جواك بيحلو. اللي جواك بيحلو، اللي جواك بيحلو، ولا التاكل بياكل من بره وبياكل من جوه. بياكل من جوه. لا لا، الجديد ده، الجديد ده اللي ادهولنا بيتجدد، بيتجدد يوم بعد يوم ويزداد حلاوه حسب صوره خلقي. فيك حاجه قديمه ولا كله جديد؟ لابس النظيف على الوسخ، عمال ترقع، اللي جوه جديد، القلب جديد والذهن جديد، وفاضل مخلي القلب جديد بيحب رب ويحب الناس، والمخ جديد في كلام المسيح، في فكر المسيح، في طرق المسيح، في تعاليم المسيح، ما فيش تعاليم العالم ولا فكر العالم، والتصرف يسلكون في طرقي. التصرف بيوري ان اللي جوايا نظيف، فاللي بره طالع نظيف. اللي جوايا ريحه المسيح، فاللي طالع ريحه المسيح، فكلامي في ريحه المسيح، وايديا فيها عطف وحنان المسيح. ولا القديم والجديد؟ اقف معايا عشان نصلي. العتيق والقديم، هأنذا صانع كل شيء جديدا. كل الجديد في جديد، والجديد فضل جديد ولا قدم مع الوقت لأنه مش بيتجدد؟ العينين شايفة، فالنور بيخش وبينظف وبيجدد، الذهن مفتوح بيفهم فبيستوعب حق المسيح، فبيحتفظ بالذهن جديد وبيتجدد حسب صورة خالقه. حتى لو كان اللي بره بيتآكل بعوامل الزمن، اللي جوه لسه بيتجدد يوما بعد يوم حسب صورة خالقه. عايزك النهاردة تمتحن نفسك، وعايزك تاخد موقف. انا عايز جديد في جديد، انا عايز ابطل المعجنه دي، انا عايز ابطل اللخبطه دي، انا عايز ابطل الخلطه ديت. انا خلعت الانسان العتيق مع اعمالي، ولبست الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالق. عايزك تصلي العباره ديت جواك. واذا كنت ما قبلتش المسيح خالص قبل كده وما دخلتش العهد الجديد، قل له اعملني خليقة جديدة النهاردة، انفخ فيا روح الحياة، خد قلب الحجر واديني قلب لحم، خد فكر العالم واديني فكر، اكتب دواميسك يا رب في قلبي وفي ذهني وفي عقلي وفي داخلي. أنا عايز أخرج جديد النهاردة، جديد في جديد، جديد من جوه وجديد من بره. Thank you.
له جديد في جديد يا رب النهاردة. عايز صفحة جديدة تفضل جديدة في حياتي. عايز قلبي يحب ما يعرفش غير انه يحب. قلبي يسلك متواضعا امامك وامام الناس. عايز ذهن جديد يا رب، مكتوب فيه كلمات المسيح، في فكر المسيح، في البرنامج الإلهي مش البرنامج البشري، في مبادئ الملكوت مش مبادئ العالم. وعايز سلوك جديد من النهاردة، لسان جديد، لسان جديد، وإيد جديدة، ورجل جديدة. أنا عايز الأشياء العتيقة تمضي تمضي. أنا عايز أخلع الإنسان العتيق مع أعماله ومع تصرفاته وعاداته وسلوكه وكلماته. أنا عايز الجديد الذي يتجدد للمعرفة. أنا عايز الجديد اللي يعرفك يوم بعد يوم أكتر. أنا عايز الجديد اللي يتغير لصورتك يوم بعد يوم أكتر. أنا عايز الجديد اللي فيه قوة الحياة والريجينريشن يا رب. نزل إلينا رب في هذا الصباح، نزل إلى كل قلب مفتوح أمامك، نزل لكل إيد ممدودة ليك النهاردة رب. جديد في جديد يا رب، عهد جديد صنعته بدمك لنعيش حياة جديدة في المسيح يسوع، ليس فيها عتيق، ليس فيها عتيق، ليس فيها عتيق.
اخلع القديم ورميه في الزبالة، اخلع القديم ورميه في النار. الإنسان العتيق الفاسد، بحسب شهوات الغرور، ولبستم الجديد، الجديد اللي ممتلئ حب وتواضع، اللي عارف يستمتع بربنا، وعارف يستمتع بالناس وبالحياة، اللي عايش في العهد الجديد. دي قدرته أن يخلق كل شيء جديد، دي قدرته أن يصنع الكل جديد، اللي جوه واللي بره. معلش اعلان مهم، مش عارف اذا كانت سات 7 معانا لسه ولا لا. لسه معانا سات 7 معانا. اعلان مهم، ناس كتير خارج الكنيسه ومش بتيجي الكنيسه وبتتابعنا على المحطات الفضائيه والانترنت، وبتقول احنا عايزين نبقى بنشارك ماديا في العطاء وندفع عطاء زي ما انتم بتدفعوا عطاء كده. فاحنا عملنا الحقيقة أونلاين دونيشن، ممكن تطلع على الـ فتقدر على النت تقدر تدفع بالكريدت كارد، فيري سيكيور، ما تخافش لأنها بتروح عن طريق بنك بيراجع كل الحاجات دي كلها. فالإخواتنا اللي مش بيقدر يجي ويقدم عطاياه ويحب يشارك في الخدمة بشكل عملي يقدر يروح للسايت ده ويقدر يدفع بالفيزا او بالماستر او بكل الحاجات اللي موجوده ديت، ويقدر يدخل مبلغ ويدونيت وتيجي للحساب بتاع الكنيسه في البنك. خلينا نعبد الله بتقديم عطايانا. وعندي اعلان تاني مهم قوي هقوله. وبعدين هسيب بقيه الاعلانات للدكتور عصام. مع بداية كل سنة الماضية وزعنا استمارة اسمها عائلة الكنيسة، وعائلة فيها كل واحد بيسجل كل بياناته، ولو بيعتبر ان الكنيسة دي عيلته او عايز يبقى من عيلة الكنيسة. في ناس كتير بتيجي تزورنا وتحضر، اهلا وسهلا. في ناس بتحب تحضر تقول لا انا عايز ابقى جزء من هذه العائلة. ففي في الاستمارة دي اللي توزعت السنة اللي فاتت عدد كبير الحقيقة جدا ملاها، واحنا بنشكر الناس اللي مش بس ملت وتعهدت وعملت كده بشكل عملي جميل جدا مشرف للغاية. لكن انت ممكن تقول انا عايز ابقى جزء لكن انا ما عنديش تعهد مالي، مش مهم، لان احنا عايزين يبقى عندنا داتابيز للناس الموجودين وازاي نقدر نخدمها بافضل طريقه. الكنيسه في عدد كبير قوي من الناس بيحضروها، واحنا عايزين نقدر نوصل لكل واحد بشكل عملي نقدر نخدمه روحيا وانسانيا بشكل حقيقي. فاللي ملأ الاستماره دي السنه اللي فاتت مش محتاج يملاها تاني النهارده، لكن يقدر السنة دي يعمل أبديت. فده الصغير الأبديت بتاع السنة اللي فاتت. يعني عارفين أبديت يعني إيه؟ يعني يجدد زي ما كنا بنقول كده، يحدث البيانات، بالذات البيانات المالية. يعني أنا كنت بتعهد بكذا ماليا، عايز تزوده زوده، عايز تنقصه نقصه. قالوا لي ما تقولش الجملة التانية. لا أنا هقول الجملة التانية، لأن تعهد بحسب قدرتك أو بحسب إيمانك أو بقدرة إيمانك، يعني إذا حبيت تاخدها بأي طريقة. فاللي ملا استمارة السنة اللي فاتت مش محتاج ياخدها دي، محتاج ياخد الصغيرة اللي عايز يحدث البيانات. اللي ما خدش استمارة دي السنة اللي فاتت وملهاش، احنا بنعملها مرة واحدة في السنة
أنا مش عايزين الأمور دي تاخد وقت كتير من خدمتنا الروحية، وتبقى الكنيسة أساسا للعمل الروحي، لكن دي مهمة جدا للدعم الشخصي والدعم المادي، ونبقى عارفين احنا قدرتنا لغاية فين نقدر نخدم الناس بشكل عملي. اللي ما خدش الاستمارة ديت ويحب ياخدها، اللي ما ملهاش السنة اللي فاتت من فضله يرفع ايده، هنقدر نوزعها للناس. في ناس كتيرة ما عندهاش الاستمارة ديت، ممكن الأشرز يوزعوا علينا، ممكن حد يساعد في توزيع الاستمارة دي. خليك رفع ايدك لغاية لما الاستمارة دي تيجي. طيب اللي عايز يحدث بياناته من السنة اللي فاتت يرفع ايده الشمال بقى، يعني اليمين البيانات الجديدة والشمال البيانات التحديث البيانات. فاللي عايز يحدث بياناته يرفع ايده برضو، هنيجي لغاية عنده نوزع عنده الاستمارة التانية ديت. ممكن حد يساعدنا في توزيع الاستمارات من فضلك. أسام، طيب برضو بفكركم وانتوا داخلين بتاخدوا الورقة اللي فيها تنبيهات، لان احنا تقريبا ما بناش نقول التنبيهات، بنقول بس شوية تنبيهات اللي غالبا ما اتكتبتش في الورقة دي. فنشجعكم وانت داخل من اي باب من فضلك خد الورقة اللي فيها التنبيهات دي. يعني عاوز اعلن عن كم حاجة كده مش موجودة، اهم حاجة عاوز اعلن عنها هو مؤتمر الصلاة اللي هيكون عندنا السنة دي من 17 ل 19 مارس، المؤتمر السنوي. يبقى عندنا مؤتمر صلاة واحد، قبل كده كان عندنا مؤتمرين لكن المرة دي واحد دايما في مارس من 17 ل 19. نشكر ربنا ان هو بعيد عن عيد الأم زي المرة اللي فاتت. اتمنى كل الناس من كل المحافظات تحجز، اكتب بس الميعاد. المرة الجاية هيكون في يمكن فيديو صغير يتزاع عنه، لكن احجز الميعاد ده من 17 ل 19 مارس في بيت الوادي. ان شاء الله يكون عندنا الاف كثيره تيجي تصلي من اجل البلد ومن اجل الكنيسه ومن اجل حياتنا الشخصيه مع ربنا. عندي كم اعلان كده برضو صغيرين. مستشفى امون، الاعلان ده مش موجود في الوادي. مستشفى امون عندنا تخصصات جديده عماله تتفتح، منها علاج الالم. بقى عندنا استشاري لعلاج الالم موجود يوم الاحد من الساعه 12 للساعه 2. من فضلك لو انت عاوز تيجي مستشفى امون تقدر تاخد بروشور من عند الريسبشن ورا، في تليفونات والعنوان وكل حاجه. الفا كورس هو الكورس اللي بيتعمل للمبتدئين، اول 10 دروس مهمه في الحياه المسيحيه، هيبتدي يوم 11 فبراير الشهر اللي احنا موجودين فيه ده، 11 فبراير. فمن فضلك برضو لو عاوز تدخل هتلاقي ورقه ورا ترابيزه تدي عليها اسمك و سوري النهارده 12 سوري. منتجات بيت الوادي دايما بتتباع بره، مجله اعمده الزوايا، اشتراك السنوي 30 جنيه للي عاوز يشتري، هو اشتراك رمزي. خلصنا توزيع الورق ولا لسه؟ لسه في حد ما جالوش؟ لو لسه ما حدش ما جاله يرفع ايده. خلينا نقف مع بعض من فضلكم ونخدم بصلاة ربانية وبعدين بركة رسولية من جناب القسيس سامح. Yeah.
القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.